الكيك والجاتو من الحلويات المسببة للسعادة. أول شكل اتعرفت عليه الكيك كان في اليونان القديمة ومصر، وكانت حلوى بتتقدم بعد الطعام متزينة بالمكسرات والعسل. مع تطور الوقت وتطور الزمن بدأنا نشوف أشكال كتير جدا للكيكة، وبدأت تدخل في حلويات كتير جدا وأنواع مختلفة من الحلويات. بقت أشهر أنواع الحلويات الموجودة عالميا، ومن أشهر الحلويات الشرقية بصفة خاصة. أصل الكلمة وأصل التسمية بتاعتها جاية من كلمة كاكا، وفي المعاجم الإنجليزية وتحديدا القرن ال13 في أمريكا كانت الكيكة من أشهر الأكلات الشعبية الموجودة هناك، وده عشان كان سعرها رخيص جدا وكانت وجبة مشبعة، فكان بيعيش عليها ملايين من الناس الفقراء في أمريكا. عشان كده هنلاقي الأمريكان بيحتفلوا باليوم العالمي للكيكة يوم 26 نوفمبر، وهنلاقي كل ولاية نوع تقليدي للكيكة خاص بيها. يعني هنلاقي نيويورك تشيز كيك، هنلاقي بوستن الكيكة بالكريمة، هنلاقي واشنطن فيها كيكة على اسمها، بس دي ليها حكاية خاصة طبعا. ومن امريكا بقى هنروح على فرنسا، وليها حكاية كده خفيفة او حكاية يعني بسيطة شوية عن امريكا، ان هي كان الشعب الفرنسي بيمر بفترة شديدة جدا من الفقر والضعف، وكان الشعب ما بيلاقيش العيش، يعني مش لاقي ان هو يشتري العيش. وكانت الملكة الموجودة وقتها، يقال ان هي الملكة ماري انتوانيت، قالت اذا لم يكن هناك خبز فليأكلوا الكيك. والكلمة دي كانت دليل ان هي مش مهتمة بشعبها او مش مهتمة بالرعاية بتاعها، وده اللي ادى طبعا لقتلها هي وزوجها في احدى الثورات الفرنسية. ومن فرنسا بقى هنروح لبريطانيا، وتحديدا في القرون الوسطى، ومع اختلاف العصور برضو واختلاف الزمن، بدأوا يعملوا تورتة الزفاف. والتورتة دي كان كبيرة جدا ولونها ابيض، وكان العرسان بيقطعوها من ضمن مراسم الزفاف، لدرجة ان الجريدة البريطانية التليجراف قالت ان هي وقتها كانوا بيصنعوها من القمح، وكانت بترمز وقتها للخصوبة. في مصر بقى ما بنقدرش نستغنى على الكيك، سواء مع كوباية الشاي الصبح او لو احنا قاعدين كده وقت العصر مع فنجان قهوة. علشان كده انا هقول لكم كل التركات بتاعة الكيكة وطرق كتير جدا ليها. اول حاجة خالص هقول لكم الكيكة بالبرتقال، انا بعملها ازاي وايه التركات بتاعتها. اول حاجة معايا كوبايتين دقيق، معايا كوباية برتقال او عصير برتقال فريش، معايا 4 بيضات، معايا 3 معالق زبدة او كوباية زيت ذرة، ومعايا طبعا فانيليا وبشر برتقال، ومعايا معلقة بسيطة جدا ملح. اول حاجه خالص كده هنبتديها، هنخلط البيكنج باودر مع الدقيق مع رشه الملح الصغيره اللي عندنا دي، وممكن نضيف تركايه كده من عندي النشا، وهقول لكم هنضيف النشا ليه. هنقلب الخليط كله مع بعضه، وبعدين هناخد الزبده مع البيض وهنضربهم بالمضرب اليدوي، او لو عندنا مثلا العجانه بتاعه الكيك هنضربهم بالمضرب اليدوي كويس جدا مع بعض، وهنحط عليهم السكر والزبده ونقلبهم مع بعض. وبعدين هننزل بالدقيق واحده واحده بعد ما نكون نزلنا طبعا بعصير البرتقال، ونقلب لحد الخليط كله ما يتجانس. وهنجيب صينيه متوسطه وندهنها بالزبده ونحط فيها الخليط، بس هنكون قبل ما نبدا الشغل خالص في الكيكه هنكون مشغلين الفرن على درجه 180، وندخلها ونسيبها مع نفسها. طعمها حلو جدا، وريحة طبعا هتبقى قلبة الدنيا كلها. جربوها، وما تنسوش طبعا تحط عليها بشر البرتقال، طعمها حلو جدا وطعمها تحفة. ايه التركات بقى بتاعتنا في عمل الكيك؟ اول حاجة خالص لو انا هعمل الكيكة بتاعتي بالحليب، لازم احط معلقة نشا علشان الكيكة تبقى من بره لونها احمر او اللون البني بتاعها، ومن جوه تبقى بيضة جدا وهشة. انا دلوقتي هعمل كيك وما عنديش بيكنج باودر، ممكن استغنى عنه طبعا لو انا عندي خل، بيخلي الكيكه هشه وبيخلي طعمها حلو، بس مش هكتر برضو، هي معلقه صغيره كده من الخل وطعمها هيبقى حلو جدا. احنا ممكن نحطها مع البيكنج باودر، بس هنحط معاها نقطتين او 3 بس من الخل، طعمها حلو. ومش هننسى الفانيليا عشان بتدي ريحه للكيك بتاعنا. دي كانت حكايه الكيكه بتاعتنا النهارده وقصتها كده في السريع، واهم التركات بتاعتها. يا ريت تجربوها وتقولوا لي رايكم فيها ايه، وما تنسوش طبعا كيكه البرتقال. اه صح، انا نسيت اقول لكم اهم حاجه في كيكه البرتقال، هنعمل لو احنا حابين بقى نعمل تركايه كده من عندنا، ممكن نحط عليها صوص البرتقال. صوص البرتقال ده انا بعمله ازاي؟ بجيب عندي 3 معالق من مربة البرتقال، عصير برتقال فريش، بجيب فانيليا عندي، بجيب معلقه زبده ومعلقه قشطه، وبقلب الحاجات دي كلها مع بعض لحد الخليط ما يبقى متجانس عندي وكله لون واحد وكله كده يعني عامل زي السيرم بتاعي. هبدا احطه على الكيك بعد ما تطلع من الفرن مباشره، ودوقوا احلى كيك بالبرتقال، هتعجبكم جدا. جربوها وقولوا لي رايكم فيها ايه. دي كانت حكايتنا النهارده وقصتنا النهارده، اشوفكم ان شاء الله في حكايات جديده وقناه اكلتك. باي باي.